كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم خلقه الله طيبا مطيبا، كله طيب صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج منه إلا طيب، ولا تشم منه إلا طيب، ولا صلى الله عليه وسلم. لكنه مع ذلك يراعي أهل بيته ويعلم الناس كيف يدخلون على بيوتهم. ذوق النبي صلى الله عليه وسلم ذوق عالي، ما يقول أنا طيب وما يحتاج، أنا طيب ومع ذلك يتسوك بهذا. وإذا كان الدخول إلى البيت، السواك، استعمال السواك في الدخول إلى البيت سنة، من باب أولى الدخول إلى المسجد أن يكون هناك سنة، من باب أولى. ولذلك استحب استعمال السواك لدخول المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم.